أول موضوع في حلقتنا اليوم وهو عن الأرباح الخيالية ومدة زمنية غير حقيقية وإيهام بالربح السريع. نتكلم عن الاستثمارات الوهمية عبر مواقع الشبكة العنكبوتية وعن منصات التواصل الاجتماعي. طبعا نتحدث هنا عن عصابات النصب والاحتيال. يعني صحيح، يا كثرهم ويا كثر أساليبهم ويا كثر الطرق اللي دائما يغيرونها علشان يتماشون مع التقنيات الحديثة، يتماشون مع احتيال بطرق جديدة يبدعون فيها دائما هذه العصابات، حتى أنها صارت هالمساهمات توقع بآلاف البشر وبمبالغ خيالية للأسف أنها اختفت. لذلك زميلنا نزار العلي التقى بعدد ممن أوهمتهم هذه الشركات أو المؤسسات وتكبدوا خسائر مالية. أكيد، وإلى أن الآن لم يحصلوا أكيد على أي شيء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير ولحديثنا بقية. فرصة ذهبية، حقق أرباحا بنسبة تصل إلى 120%. فرصة ذهبية، حقق أرباحاً تصل إلى 100%. استثمر معنا لمدة عام بمبلغ 300,000 ريال وحقق أرباحاً تصل إلى 200%. بهذه العبارات يستدرجون عملاءهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الاستثمارات المالية والمساهمات الوهمية والعوائد الغير حقيقية. عرفت على الشركة هذه عن طريق أصدقاء من طريق السناب والتواصل الاجتماعي. الاستثمار هي قالوا لي أنه مواد غذائية، رز وسكر وموية. الأرباح كانت خيالية في وقت خيالي، وبعد كذا اختفوا ما شفتهم. طارق ضحية لإحدى هذه العصابات التي سلبت منه مبلغا وقدره أكثر من 100,000 ريال. دخلت بمبلغ 100,000 وكانت الأرباح 112,000. طبعا ما استلمتها كلها، استلمت بعضها 25 تقريبا، والباقي حفظ عندهم على أساس أنهم يشغلوا. وبعد كذا بدأت قصتي معهم. في البداية أعطوني 25 تقريبا، وبعد كذا ما لقيت إلا أني أنا أحط المال اللي أنا استثمرته كمان أرباحي وأحطها موجودة عندهم، ما أخذت إلا كمان 25. بعد كذا دفعت أنا من جيبي، حطيت لهم 50,000 و50,000 ودخلت زوجتي ب300,000. هذا الشاب في مقتبل العمر وضع كل ما يملك داخل إحدى هذه الصناديق الوهمية بعدما قدمت له عروضاً مغرية بعوائد أرباح خيالية. كانوا بداية صادقين معانا، وبعد ما استلمنا 9,000 ريال دخلنا ثاني مرة قالوا لنا أدخلوا بنفس المبلغ عشان راح تكسبوا تقريباً حوالي 120% أرباح فوق العشرة. دخلنا ثاني مرة ب10,000 ريال ولا أي مبلغ إلى الآن ما استلمناه. عرفت إنه اللي حواليا كمان ناخذ عليهم فلوس وما استلموا أي مبلغ إلى الآن. يحكي هؤلاء المتضررون قصصهم بعدما فقدوا أموالهم وتكبدوا خسائر كبيرة، وقصصهم تحمل رسائل تحذيرية وتوعوية لمن ينجذب خلف أوهام الربح السريع. أصدقائي دخلتهم والآن صار اللوم علي. من أصدقائي صار اللوم علي، أنت اللي دخلتنا، أنت اللي ورطتنا. يعني انكسفت منهم صراحة. الرسالة وجهة أنصح لكل شخص أنه لا يدخل أي مؤسسة ولا أي استثمار إلا ما يتأكد الجهات المتخصصة. نصيحة والله يا ناس، اللي يبغى يستثمر أو في شركات أو مؤسسات تستثمر فحتكون عن طريق جهات رسمية وتكون مشروع عليها إنها تدخل في مجال الاستثمار وتستثمر فيه، لكن لا توجه نفسك لأي مكان. تستغل هذه العصابات جهل البعض وإغراء الآخرين بالربح السريع في وقت وجيز، وتوقع في شباكها آلاف الضحايا لتمتلئ أروقة المحاكم بقضايا حقوقية على هذه الشاكلة. نزار العلي، MBC جدة.